السلام عليكم الناس الخير، خوتي خوتتي، أنتم على قناة جليلة شانال الحياة بفرنسا. تحية لكم خوتي خوتتي فين ما كنتو كتشاهدونا أو فين ما كنتو كتابعوا لي فيديو ديالنا. نعتذر إذا كانت الإضاءة ربما قليلة ولا ربما كيف كتشوفوها كثيرة، مانيش عارفة، على حسب أنتم كيف متعودين تشوفوا الفيديوهات ديالكم. كتعرفوا على أنه دابا المشتى والإضاءة يعني كتكون في المساء قليلة، بحيث أنه الظلام كيطيح في الساعة، يعني كيف كنقولوا حنايا. طبيعة الحال كتعرفوا الجهة ديال باريس دائما فيها يعني داك الجو اللي هو مغيم وكاين الشتاء، وبطبيعه الحال بما كاين الشمس اللي هي اضاءه طبيعيه واللي مولفين تشوفوها في الفيديوهات ديالي، دابا استعملت اضاءه اصطناعيه. غير قبلوا عليا، المهم انني جيتكم باخبار في هذا لا فيديو. غادي نبدا معكم بالنسبه للاخبار وسن العناوين. غادي نشوفوا بالنسبه لنهار الخميس كاين اضراب عام في فرنسا، ولكن ربما كاين بعض النصائح اللي نقدر نقولهم لكم بالنسبه للناس اللي كيخدموا. يقولوا واش نمشي نخدم واش ما نمشيش نخدم، اذا مشيت متاخر ولا ما مشيتش متاخر، واش خصني نرجع السوايع الباترون، واش خاصو يخلصي داك النهار، اذا ما مشيتش واش داك النهار نتخلص ولا ما نتخلصش. نعطيكم بعض المعلومات اللي تقدروا انكم تستافدوا منها. كذلك غادي نشوفوا على انه كاينين تفاصيل بخصوص شاك الطاقه، ومنين كنقولوا شاك الطاقه هذه المره غادي نعطيكم تفاصيل اكثر بخصوص هذا الشاك هذا، واللي هما ثلاثه ديال الانواع ديال الشاك، واللي بطبيعه الحال اول شاك تم ارساله البارحة. وكذلك غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا على انه رئيس فرنسا ما موجود حاليا بفرنسا، انه سافر لمصر بطبيعه الحال. غادي نعطيكم التفاصيل، وكذلك بغيت على انني نقول لكم كتعقلوا بالنسبه للخبر اللي قلت لكم الاسبوع الماضي بخصوص المغاربه العامله العالم، واللي تم انه يعني تم فرض عليهم ضرائب بالنسبه للهدايا. وقلت لكم هذا الموضوع هذا انا جاني بشي شكل، غادي ان شاء الله نشوف المصدر ديالو واش نيشان ونعاود نرجع معكم. الوغ في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا التفاصيل وتشوفوا يعني الجواب الصحيح. غادي نبدا معكم بالنسبه للاخبار. نهار الخميس اللي هو 10 نوفمبر 2022 غادي يكون غريف جينيرال في فرنسا، اضراب عام اللي في يعني في فرنسا. هذا الاضراب واش الشخص من حقه يدير الاضراب يعني عام ولا ماشي من حقه، يعني واش الشخص من حقه يدير اضراب ما يمشيش يخدم ولا ماشي من حقه؟ اي شخص كيخدم من حقه انه يدير اضراب، من حقك انك دير اضراب، يعني الباترون ديالك ما غاديش يطلب منك شي ورقه ولا شي شهاده طبيه ولا شي حاجه، من حقك هذاك النهار انك داير اضراب ما تمشيش. ولكن داك النهار واش تخلص فيه او ما تخلصش فيه، هذاك النهار ما كتخلصش فيه، يعني يقتطع لك من ذلك اليوم. هنا هذه عرفناها. بالنسبه للاشخاص اللي يقول لك انا بغيت نمشي ولكن كاين غراف، ملي كنقول غراف يعني راه ترام لا ار او ار لو بوس، يعني لي ترونسبور اون كومون حتى هما راه تقريبا غادي يكونوا بحال نقولوا ان تران سور دو ولا ان تي او ار سور دو ولا ان بوس سور دو، يعني غادي يكون تعطال. بخصوص هذا الامر الاخوان والاخوات اللي كتخدموا تقدر انك تمشي تخدم ولكن فوقتاش ما وصلتي، يعني الباترون ما يقدرش انه في هذا الامر هذا بخصوص هذا اليوم هذا اللي كيكون فيه اضراب انه يقول لك وعلاش ما جيتيش في هذا التوقيت ولا راك جيتي معطل. صاي يعني هذاك الشيء الامر ماشي بيدك انت، بالعكس راك داير اون بون انيسياتيف، يعني واحد المبادره مزيانه راك باغي تمشي تخدم، ولكن لو بوس ما تقدرش انت تتحكم فيه ولا الترام ولا ما تقدرش تتحكم فيه فوقتاش ما وصلتي للخدمه. مثال، كنت تبدا مع 8 الخدمه وصلت حتى ل 10، من حقك وصل مع 10 على خاطرك وبدا الخدمه على خاطرك. هادشي راني كنقول لكم في الايام ديال الاضراب. في العشيه الباترون خاص يعطيك على الاقل ساعه قبل انك تخرج باش تقدر انك توصل للدار ديالك، حيت في المساء ربما غادي ما تلاقاش لو ترونسبور والنهار ديالك كتكون خالص فيه. يعني في الصباح فاش ما وصلتي والعشيه تشوف مع الباترون ديالك تخرج قبل الوقت باش انك توصل للدار ديالك. صاي نظن دابا انكو عرفتوا بخصوص هذا اليوم ديال الاضراب كيفاش كيكون الامر بالنسبه للناس اللي كتخدم. يوم الجمعه نظن 11 نوفمبر عارفين على انه جوغ فيغي بالنسبه للناس اللي كتخدم والناس اللي كتقرا وكلش. مهم جوغ فيغي ما كاينش الخدمه وما كاينش القرايه الا بعض الاماكن طبيعه الحال اللي كيكون فيها الخدمه، بحال نقولوا ميزون دو روتريت لوبيتال المهم وما شابه. دابا غادي نمشي معكم بالنسبه باش انني نعطيكم تفاصيل في شك الطاقه. شك الطاقه هضرنا عليه بزاف ولكن كل مره كينزلوا عليه اخبار ولا كنعاود انني ندير معكم فيديوهات. شك الطاقه كاين ثلاثه ديال الانواع. صايي غادي نبدا لكم بالنوع الاول واللي نتوما كاملين تعرفوه واللي كيتعطى يبدا الارسال ديالو من 31 مارس المهم حتى لافريل. هذاك كيتسمى شك الطاقه الكلاسيكي واللي القدر ديالو ما بين 48 اورو و277 اورو وكيكون على حسب الدخل ديال الاسر. هذاك سميتو شاك طاقه كلاسيكي. صايي ان شاك انرجي كلاسيك
هادي عرفتوها، هذا عرفناه. دابا باقي لنا جوج الانواع، جوج الانواع، واللي الاول تم ارساله البارحه، واللي هو شاك اكسبسيونيل خاص باللي كيستعملوا طاقه، يعني الفيول كطاقه للتدفئه. قلنا تم ارساله البارحه، واللي كيستعملوا الناس الفيول يعني كطاقه، تم ارساله البارحه. شكون الاخر؟ الاخر اللي هو حتى هو شاك اكسبسيونيل، ولكن سوف يرسل في الاخير ديال شهر 12. هاد الجوج نتاع الشيكان اللي هما اكسبسيونيل، واللي واحد منهم تم ارساله البارحه، هادو كيكون القيمه ديالو ما بين 100 اورو وما بين 200 اورو، وبطبيعه الحال واللي كيكون على اساس حتى هو الدخل ديال الاسر. هنا غادي نقول لكم اشنو عطاو بالنسبه يعني التفاصيل. قال لك اذا كان شخص واحد كيتوشي السميك وعنده باغ اكزومبل ان انفون، هاد الشخص هذا غادي توشي الشيك 200 اورو. قال لك اذا كان شخص واحد كيتوشي السميك ولكن ما عندوش اولاد كيتوشي 100 اورو. قال لك مثلا نعطيو مثال، اذا كانت امراه عايشه مع جوج وليداتها و باغ اكزومبل عندها واحد لو سالير ديال 3000 اورو، هنا غادي توشي 100 اورو. صايي هادو دي زيكزومبل اللي يعني جبتهم من التفاصيل ديال الخبر، ما جبتهمش من عندي. بالنسبه للناس اللي ديجا درت معاكم فيديو قلت لكم، بالنسبه للناس اللي يعني ديجا كانوا استعملوا شاك الطاقه في الفيول، يعني راه هاد المره هادي اوتوماتيكيا يعني يجيهم ساهل يعني انهم يرسلوا لهم الشاك نتاع، يعني باش يستعملوا الشاك نتاع الطاقه باش يخلصوا الفيول، يعني اللي هو ماده للتدفئه. اما الاشخاص اللي عاد استعملوه كيف قلت لكم المره الفايته، تقدروا انكم تدخلوا لو سيت نتاع gov.fr نتاع عفوا chèque-énergie.gouv.fr. خليت لكم المره الفايته السيت يعني في ذاك الفيديو يعني في صندوق الوصف، تدخلوا على انكم اذا بغيتوا انكم ديروا الطلب. بالنسبه للاشخاص اللي غادي يشدوا شيك اكسبسيونيل نتاع اخر شهر 12، هما نفس الاشخاص اللي كذلك شدوه في شهر 4. صايي نظن انني دابا عطيت لكم التفاصيل اللي يعني نزلوها. قلت لكم بالنسبه للشيك كلاسيك راكو عارفينه، هذاك حتى لشهر 3 ويبدا الارسال ديالو. بالنسبه للشيك اكسبسيونيل شرحت لكم اللي غادي يبدا من البارحه تم الارسال ديالو خاص بشك الفيول، واللي غادي يكون في اخر السنه هو شيك اكسبسيونيل طبيعه الحال تخلصوا به الضو ولا الغاز ولا. وقلت لكم على انه كاينين يعني دي كريتير مواصفات للبيوت، مش للبيوت يعني للدخل نتاع البيوت اللي تقدر انها تاخذ هاد المساعده. نظن انه واضح. دابا غادي نمشي معكم بالنسبه لرئيس فرنسا. رئيس فرنسا سافر الى مصر، لمصر بالخصوص الى شرم الشيخ. علاش؟ لانه شرم الشيخ خاصكم تعرفوا انها انه تعقد يعني واحد نقولوا واحد المؤتمر اللي هو ضخم ولكن مهم كيهم الكره الارضيه كامله. هذا المؤتمر هذا اللي هو بشرم الشيخ فيه تقريبا 200 دوله اللي مشاركه فيه، وفيه رؤساء دول كبار وملوك، غاديش نقول ملوك ولكن سمحوا لي قطعت لا فيديو من بعد رجعت، حيت بعض المرات كتكون واحد المهم هذيك الهليكوبتر ديال المستشفى اللي كتنقل المرضى وكيكون الصوت نتاعها يسمع يعني حتى في لا فيديو. قلت لكم هذا المؤتمر هذا يحضر فيه يعني قلت لكم ملوك، ولكن ماشي ملوك، يعني الملوك يقدروا انهم مثلا بحال مثلا ملك المغرب ما حضرش ولكن ارسل من ينوب عنه. يعني هذا المؤتمر فيه كبار رؤساء الدول. وشنو هذا المؤتمر الغايه منه واللي هو مهم؟ هذا ديال القمه ديال المناخ. منين نقول المناخ يعني حياتي وحياتك وحياه الكره الارضيه. هذا التجمع هذا لكبار الدول من اجل الموضوع اللي هو موضوع مهم، التغير في المناخ. كتشوفوا كاين حرائق، كتشوفوا كاين فيضانات، كتشوفوا الحراره المهوله اللي شفناها في الصيف واللي الدرجه ديالها مثلا ارتفع لاكثر 52، بعد الدول 55، يعني درجة الحرارة المفرطة اللي ما يقدرش حتى الجسم انه يعني يستحملها. طبيعة الحال وخصوصا هذا التجمع هذا من اجل ما يسمى انشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة. بمعنى كتعرفوا دابا انه الدول الغنية ولا الدول اللي هي بحال نقولوا لاباس عليها واللي هي معروفة اقتصاديا وكلش، من بينها فرنسا، المهم امريكان، الصين، كلش، هذه الدول هذه كيقول لك هي اللي مسببة للتلوث اكثر.
وبمعنى بما انها مسببه للتلوث اكثر، هذه الدول الكبرى واللي هي معروفه راه الوغ هي كتسبب في تغير المناخ، وبالتالي فاش مثلا اثيوبيا ولا الصومال ولا باكستان ولا كيقيسهم كوارث طبيعيه، يقول لك هذه الدول هذه خاصها تخلص، خاصها تعاون هذه الدول لانهم كانوا هما اصلا يعني تسببوا في هذا الشيء. دابا غادي ينشئوا واحد الصندوق خاص جميع الدول الكبرى والغنية يعني تعاون ماديا، هذا الشيء من بين يعني وشنو غادي ينقال في هذه القمة هذه. وكذلك باغين انهم يتلقوا حلول سريعة، خاصكم تعرفوا في السنوات الجاية قالوا على انه غادي ترتفع الحرارة واحد الارتفاع اللي هو كارثي. دابا غادي نستناو نشوفوا اشنو غادي يخرجوا من هذه القمة هذه. دابا غادي نمشي معاكم بالنسبة للخبر الأخير بخصوص على أساس أنه مغاربة العالم فاش يدخلوا للبلاد ديالهم خاصهم يخلصوا على الهدايا ديالهم الضريبة. هذاك الموضوع هذا واللي درته الأربعاء اللي هو يعني في الأسبوع الماضي، وشوفوا الإخوان والأخوات اللي متابعيني واللي كيتفرجوا فيا يعني ومتابعين لي فيديوهات نتاوعي، اش قلت لكم؟ قلت لكم هذا الأمر هذا جاني، قلت لكم حيت كاتبين 2000 درهم، 2000 درهم يعني هي 200 اورو. قلت لكم يعني 200 اورو راه بنادم راه 200 اورو يلبسها غير في صباطو، راه كيلبسها غير في صباطو، ايوا انت غتدي صباط هديه مثلا ولا بارفان ولا تزيد تخلص عليها. المهم وقلت لكم هذا الخبر هذا خاصني حتى نشوف المصدر ديالو واش كاين، قلت لكم حيت انني دخلت باش نشوف لو سيت اوفيسيال ديال مثلا نتاع اللي خاص بالمطارات، قلت لكم ما لقيت، قلت لكم ما نقدرش اجزم على انه صحيح، ولكن اليوم جبت لكم يعني حقيقة الخبر. هذا الخبر إنه غير صحيح ولكن تم تداوله، ولكن هو خبر غير صحيح. مغاربة العالم قال، وغادي نخلي لكم تشوفوا يعني تسمعوا بودنكم، مغاربة العالم تقدروا تدخلوا لبلادكم وتجيبوا الهدايا ديالكم وتجيبوا اللي بغيتوا، ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يقول لكم تخلصوا الضريبة. الضريبة الجمركية على من تكون؟ كتكون كما الأمور من قبل، كتكون على السلع اللي عندها ذات طابع تجاري. أما الهدايا نتاعكم اللي تجيبوها ولا الهدايا اللي كتصيفطوها وترسلوها في السيكان ولا، ما غادي تخلصوا ضريبة حتى على شي حاجة. صاي نظن هذا الخبر فرحكم وسولاجاكم، ولكن غادي نخليكم تشوفوا مع هذا يعني هذا لا فيديو هذا وشوفوا حتى الاخير هكذا باش انكم تسمعوا. شكرا لكم ناس الخير على التشجيع ديالكم، اذا كنت كان اسرع في الاخبار فقط باش ما نطولش عليكم بطبيعه الحال، ونشوفكم ان شاء الله فيديو قادم. شجعونا باللايكات ديالكم بالتعليقات ديالكم، وبالسلام عليكم في امان الله. فهذه ما كتمثل حتى حاجه قدام 80 مليار وزياده اللي كتدخل لينا ديال التحويلات اللي كتعادل المداخل الجمركيه كل هذا العام. واش ارجوكم، واش هكذا غادي نجازيو هاد الناس اللي تضامنوا مع العائلات ديالهم؟ ارجوكم بلاتي سيده النائبه، بلاتي لا 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 السيده والساده النواب، ارجوكم اسمحوا لي نكمل الله يخليكم. اسمحي لي التوقيت ديالك راه، واش هكذا غادي نجازيهم على التضامن ديالهم مع العائلات ديالهم وصلات الرحيم ديالهم مع البلد ديالهم؟ سيدة نائبة، سيدة نائبة واحد ثانية، هاد الشائعات سيدة نائبة نعم. ثانية الإخوان في الخارج الله يحفظكم يحافظوا على الوقت. دابا الإخوان أرجوكم ثم أرجوكم السيادة والسادة النواب الأفاضل الله يرحم لكم الوالدين، هاد الكلام ما بغيناش نبقاو نكرروه ونعاود نكرروه، الكلمة محفوظة لكل نائب ونائبة. أنا ما كنفهمش علاش فين ما ياخذ الكلام، شوف راه ما كان ماشي بدنا كذا، راه قلتها ما كنملكوش كل الحقيقة، يمكن نختلفوا يمكن نتفقوا، الله يرضي عليكم نتصنتوا وناخذوا الكلمة ونعقبوا، وإلا غادي نصدقوا في الفوضى. الله يرحم لكم الوالدين، أرجوكم ثم أرجوكم. سيدات والسادة النواب المحترمين، تفضلي السيدة النائبة لك الكلمة. سيد الوزير تنقل لنا ان هذه الشائعه راه هي مده هذه وهي كتروج، وانتم ساكتين وخليتوا حتى دارت ما دارت من قلاقيل ومن اذا كان واجب على الحكومه انها تواصل منذ ترويج هذه الاشاعه وتطمن وتفند هذا الشيء وتطمن المغاربه. وفي هذا الباب وحول الشائعات التي تم ترويجها مؤخرا لابد من تقديم توضيحات اساسيه. التوضيح الاول هو أن التشريع في مجال الجمارك لم يتغير ولم يطرأ عليه أي تغيير، معناه أن القوانين اللي كانت مرتبطة بالمراقبة الجمركية في مختلف المناطق الحدودية هي اللي ساري بها العمل. المسألة الثانية وهي أساسية هو أن التشريع الجمركي لا يهم إلا العمليات التجارية، معناه
أن خارج العمليات التجارية الجمارك لا تتدخل ولا تتدخلوا في أي مراقبة سواء كانت مشددة أو غير مشددة. المسألة الثالثة وهي نتيجة لهذا، فالمغاربة التي سافروا ومن بعد يرجعوا للبلد أو للمغاربة المقيمين بالخارج والتي حظوا بعناية خاصة من طرف جلالة الملك نصره الله، فما كاين إجراءات تتعلق بالأغراض الشخصية نتاعهم ولا الهدايا التي يجيبها لأقاربهم أو لدويهم. ورابعا لإدارة الجمارك وفي إطار تسهيل وتبسيط المساطر قامت وستقوم، هذا التزام من الحكومة، بكل الإجراءات ولن تتخر أي جهد لتسهيل المأمورية على تنقل المغاربة وعلى تسهيل سفريات المغاربة المقيمين بالخارج. وهذا هو اللي تبتته خلال العمليات نتاع مرحبا الأخيرة والتي نالت استحسان وإعجاب جميع المغاربة المقيمين بالخارج وكانت مصدر تنويه من طرف الجميع.